اديك معلومه سريعه قوي قوي قوي، ركز فيها، حطها حلقه جوه ودنك. هي ايه؟ التنفس بتاعي لازم اكون التنفس بتاعي صحيح 100% عشان ابتدي ان انا اترتب عليه بقيه الخطوات كلها بتاعه السباحه. اول حاجه اشوف تنفسي، اقدر اقعد فوق الميه قد ايه. يعني ايه اقعد فوق الميه قد ايه؟ يعني انا اثبت فوق الميه كده كام عده وانا نفسي كله موجود جوايا، هقدر اعد واشوف انا عامل فلوتنج صح ولا لا. يلا نعمل نموذج كده مع بعض ونشوف هقدر اقعد وقت قد ايه. وزي ما شفنا كده الوقت اللي انا قعدته ده انا قعدته بمزاجي. اوكي انا ممكن اقدر اقعد وقت اطول من كده بكتير جدا، لكن انا قعدت بس كوقت قصير كده تقدر تستمر على صحتك، فانت تقدر تقعد وقت زياده لو انت ما وراكش حاجه يعني. اوكي